وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب
فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ولحم طير مما
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء صدق الله العظيم الفاتحة İlk Adım Belediyesi'nin davetlisi olarak camimize gelen ve bize Kur'an ziyafeti sunan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hocam İstanbul Mecidiyeköy Camii İmam Hatibi Ali Derman, az önce de Kur'an-ı Kerim okuyan hocamız Ankara Kocatepe Camii müezzini Furkan Tıraşçı hocamızdı. Kendileri bizlerin yanına geldiler. İlk Adım davetlisi, İlk Adım Belediyesi'nin davetlisi olarak böyle duygulu bir ziyafeti de birlikte yaşamış olduk. İlk Adım Belediyesi'nin bu Kur'an ziyafetlerinin yanında sohbet programları, iftar programları, sahur programlarıyla Ramazan'ımızı daha bereketli ve daha duygulu geçirmemize katkı sağlayan bir seri etkinlikler yapmaktadırlar. Bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımız Erdoğan Toka ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımızı sunar.
hayırlı, bereketli ve başarılı çalışmalar dileriz cümlesine. İbadetlerimiz kabul, günahlarımız affu mağfiret olsun. Ramazanımız hayırlara vesile olsun inşallah. El-Fatiha.